وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي السيد محمد عماد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. إذا المراكز حقوقية توثق اعتقال 65 طالبا في بغداد على يد القوات الحكومية، كيف تراقبون ازدياد أو تزايد عمليات الاعتقال في الفترة الأخيرة؟ بداية تحية لكم وللسادة المشاهدين، وأنطلق من سؤال حضرتك تعليقنا على حالات الاعتقال التي تقوم بها السلطات الأمنية العراقية بحق الطلاب والنشطاء، ونضيف إلى ذلك أيضا اعتقال بعض الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثقنا العديد من الحالات التي قامت بها السلطات الأمنية العراقية باختطاف واعتقال المئات من المواطنين دون أي تهمة موجهة سوى مشاركتهم ودعمهم للتظاهرات التي انطلقت في أكتوبر الماضي والتي نادت بالحرية والقضاء على الفساد في بلاد العراق. أيضا نحن نستغرب الموقف الحكومة العراقية وأيضا موقف البرلمان العراقي الذي لم يتخذ إلى الآن مواقف أو خطوات جدية لوقف الاعتقالات. نحن سمعنا تصريح أكثر من مرة للحكومة العراقية بأنه سيكون هناك محاسبة وملاحقة للاعتقالات التعسفية التي تتم بحق النشطاء، وأيضا نضيف هنا أن التطور الخطير أصبح هذا الاعتقال يواجه ضد الطلاب الجامعيين، وهذا أمر غير مبرر من قبل الحكومة العراقية، وما زالت أيضا تمعن في هذا الانتهاك وسط صمت دولي غير مبرر. الأمر الذي نعتقد أنه ساعد الحكومة العراقية في الإمعان في هذا الانتهاك إلى هذا اليوم. تتم عمليات الاعتقال فقط على يد القوات الحكومية أم أن الميليشيات لها نصيب من ذلك؟ حقيقة وخلال رصدنا لعمليات الاعتقال وجدنا أن هناك تطور خطير بأن يكون هناك ميليشيات تساعد في اختطاف وإخفاء بعض المتظاهرين. الأمر الأكثر خطورة والذي يطرح علامات استفهام، نرى أن هناك توافق بين عمل تلك الميليشيات وعمل القوات النظامية أو القوات الأمنية، بمعنى أن هناك الأشخاص الذين يستطيعوا الفرار من القوات الأمنية نجد أنه يتم اختطافهم من قبل الميليشيات، بمعنى أن الأهداف واحدة لتلك الجهتين، وهذا يطرح تساؤل خطير وغير مسبوق من قبل المؤسسات الحقوقية ومن قبلنا على عمل تلك الميليشيات. وأين دور الحكومة العراقية في ضبط الميليشيات المسلحة المتواجدة في الشوارع العراقية الآن؟ وما هو الهدف من صمت الحكومة العراقية والأجهزة العراقية وأجهزة الأمن العراقية تجاه الممارسات التي تقوم بها الميليشيات، مع أن تلك السلطات هي من تقوم أيضا بانتهاك حقوق الإنسان واعتقال أولئك المتظاهرين وأولئك الطلاب، في حين أنها تصمت عن تواجد بعض الميليشيات المسلحة والتي تتواجد بشكل علني دون أن يكون هناك أي رد حقيقي أو ممارسة حقيقية من قبل السلطات الأمنية وفرض الأمن والنظام، وأن يكون السلاح فقط بيد السلطات الأمنية. هل تجري تلك الاعتقالات في بغداد وحدها أم أن هناك مدن ومحافظات أخرى؟ حقيقة هي عملية الاعتقال تتم عبر محافظات عدة داخل الجمهورية العراقية كمدينة البصرة والنجف ومدينة الصدر، لكن تتركز الاعتقالات كون أن موجة الاحتجاج انطلقت من بغداد فهي تتركز في بغداد. لكن دعني أؤكد هنا أن سواء في بغداد أو في المدن الأخرى العراقية هناك عمليات اعتقال تتم خارج إطار القانون، أيضا يتم إخفاء قسري لبعض النشطاء والصحفيين، أيضا يكون هناك عمليات اختطاف خارج إطار القانون دون تدخل السلطات الأمنية العراقية بحماية أولئك المتظاهرين ودون إسناد تهم حقيقية وتمكين أولئك المتظاهرين وأولئك الطلاب من الاتصال بمحاميهم ومعرفة التهم الموجهة إليهم. يبقى هناك الأشخاص لمدة أسابيع داخل المعتقلات العراقية دون معرفة السجن الذي يوجد به، ومن ثم ينطلق ذوي أولئك المعتقلين للبحث عنهم في تلك السجون ومعرفة ما هي التهم ومواجهتها. الأمر حقيقة نحن نستغرب أن هناك صمت غير مبرر من قبل مجلس النواب العراقي أو البرلمان العراقي إزاء تلك الجرائم المستمرة منذ شهور إلى هذا اليوم، ونحن نخشى بما أن الأمر وصل إلى الطلاب الجامعيين أن يتطور الأمر أكثر من ذلك وأن تتسع رقعة الانتهاكات بحق المواطنين العراقيين. ما دور نقابة المحامين العراقيين التي طالبت بشكل واضح وفي تصريحات مختلفة بحصر السلاح بيد الدولة؟ حقيقة يجب أن يكون هناك موقف حقيقي لنقابة المحامين العراقيين، وهي النقابة التي تمثل وتنادي بالقانون كأي نقابة موجودة في العالم، بأن يكون لها الدور الحقيقي أو الضامن الرئيسي بالتعاون مع السلطة القضائية بالمناسبة لضمان أن يكون هناك أي شخص يدخل السجن أو توجه له تهمة يجب أن تكون
اتبعت الاجراءات القانونيه، بمعنى ان يكون القبض السليم، بمعنى انه يكون هناك اذن قضائي لاعتقال الشخص، ان يكون هناك تهمه معروفه ومسنده وفق قانون معين، ان يكون هناك محامي للدفاع عن هذا الشخص، وايضا ان يكون هناك ضمانه لمحاكمه عادله امام سلطه قضائيه تضمن لاولئك المعتقلين الحصول على حقوقهم الكامله والمستوفيه امام القضاء. لكن نحن ما نلاحظه هو الاعداد التي تزداد يوما بعد يوم في الاراضي العراقيه تؤشر على الاعتقال التعسف وعلى غياب دور القانون وسلطه القانون في الاراضي العراقيه مع تغول السلطات التنفيذيه، وهنا نقصد السلطه الامنيه من خلال العناصر الشرطيه والامن العراقي، باعتقال العشرات والمئات من المواطنين العراقيين دون ان يكون هناك دور حقيقي للسلطة القضائية ولنقابة المحامين لردع تلك الممارسات الغير قانونية بكافة الوسائل التي يمكن أن يستخدمها أن تستخدمها سواء نقابة المحامين أو السلطة القضائية العراقية. السيد محمد عماد، الباحث القانوني في المركز الأورو متوسطي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.